السلام عليكم. دش انا والي ولايه ميلا الممر السفلي نتاع كارنكوكا، واللي كان يعني الاشغال مرت بسرعه، يعني حوالي 6 اشهر تم الانتهاء من الاشغال هذه، والان يتم الافتتاح نتاع هذا المحول الضخم في مدينه كارنكوكا بولايه اذن ميلا، على الطريق اللي يربط مدينه ميلا بطريق سيار شرق غرب. وهذا المحول الهام اذا فيه زوج اروقه في كل اتجاه، انه يعتبر من الحجم الكبير. اذا نخليكم تتابعوا هذه الصور عن هذا الافتتاح والتدشين نتاع المحول نتاع كارنكوكا بولايه ميلا، والسلام عليكم. I'm going to go to the next one.